بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما يجول في الذهن خاطر بشأن إني أخلي القائمة بتاعتي رأسية. القائمة الأفقية جميلة جدا وممتازة، لكن أنا عايز أخليها رأسية. بعت مش مشكلة، الكيورد بتاعك بيكون فيرتيكال. طب الكيورد دي أنا أحطها فين؟ أحطها في الكلاس. تمام، أحطها في الكلاس بتاع اليو ال مرة علشان تبقى فيرتيكال، وهحطها في الكلاس بتاع الكونتنت مرة كمان علشان تبقى مظبوطة. خلونا نعمل كنترول في وكنترول اس ونشوف ايه اللي عملناه. تمام كده، بيجي ادي الكتاب بتاعي، ادي 1 2 3 4. تمام، الامور مظبوطة كده، يعني ده مظبوط بس بالكونتنت بتاعه. لا لا، انت فهمتني غلط. انا مش عايز كده، انا عايز البتاع ده يجي جنب البتاع ده، يعني مش عايز التصميم العجيب ده. ولا تمام، بسيطه مش مشكله. ايه رايك في الجريد؟ الجريد ممكن تريح كتير جدا في المساله دي. ديفيجن. تمام، خلينا طيب ندرج ديفيجن. والديفيجن ده لو حبينا نقسمه هنقول احنا هنحاول نقسم الصفحه. انا معايا 12 عمود، خلاص ماشي. انا هدي لده يا جماعه 3، هدي لده ميديم 3 اعمده، وتحت اللي هروح اقفل واسم الديفيجن بتاعي. معايا كم من 12 كده؟ معايا من 12 9، هروح ادي التسعة الباقي، التسعة للديفيجن الباقي. هعمل كنترول اس واقفل الديفيجن بتاعي الاخير كده. المفروض وفقا للجريد الامور تكون متظبطه اكتر مما هي عليه. طيب، لا يبدو ان انا عندي مشكله في الكود بتاعي. ميديم هايفن ماي فوق ميديم فيها غلط. ماشي، حرف ال اي. الله المستعان. لو انا عملت ريلود، ادي القيم بتاعي يا جماعه بالتاب، والقيم بتاعتي ابتدت تظهر جنب منه على اليمين. ده لو انا كنت عايزها فيرتيكال بشكل أفضل شوية من الشكل اللي فات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.